اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. فقره ترند اونلاين والحديث عن مباراه الوداد والاهلي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا كلام مهم جدا. فسريعا نطير ونروح لاحد زملائنا الاعلاميين في المغرب الاستاذ محمد فنقار الاعلامي المغربي وحديث عن مباراه الوداد والاهلي. استاذ محمد مساء الخير عليك. اهلا بك كابتن محمد سعيد واهلا بالشعب المصري وخاصه عشاق فريق الاهلي المصري. بالتأكيد العد التنازلي لمباراة الوداد والأهلي وخلاص كل فريق بيلملم أوراقه وبيستعد لهذه المواجهة المنتظرة. أولا استعداد فريق الوداد وأبرز الغيابات، وهل خسارة الدوري في اللحظات الأخيرة ممكن يكون لها تأثير نفسي على استعداد الفريق للبطولة الإفريقية؟ أكيد تحدثتم على النهاية المشوقة للدوري الاحترافي، الجميع تابع يعني الريتم السريع لهذه المباريات، خاصة مباراتي الوداد والرجاء على حد سواء. لذا أقول لابد من التذكير بأن فريق الوداد هذا الموسم لعب مباريات كثيرة وكان مرهقا بشكل كبير، خاصة بعد إصابة لاعبيه، مجموعة من لاعبيه بفيروس كورونا. بخصوص الاستعدادات، أعتقد بأن اليوم بدأت الاستعدادات لمباراة يوم السبت من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، وهناك عديد من الغيابات فعلا، لأنه مجموعة من اللاعبين ليسوا ضمن القائمة الإفريقية، مثلا الوافد الجديد أيوب الكعبي، وأيضا اللاعب الذي كان مصابا سابقا أشرف داري، وأيضا لا زال هناك شك بخصوص مشاركة المدافع الإيفواري شيخ كومارا بالضبط. فأعتقد أنه اليوم من الصعب أن نحسم في التشكيل الأساسي للفريق يوم السبت إن شاء الله بملعب محمد الخامس بدون الدار البيضاء. لكن بخصوص سؤالك عن النفسية أو الحالة النفسية للاعبين، أعتقد بأن الجميع تدارك هذا الأمر، لأنه هناك تشجيع جماهيري كبير بعد ضياع اللقب في الدقائق الأخيرة بعد فوز فريق الرجاء. وأعتقد أن اليوم الفريق له طموح في أن يكون أو أن يتدارك هذه الخسارة، ولما لا الفوز على الأقل في مباراة الذهاب أمام الأهلي المصري وتأمين النتيجة في مباراة الإياب. في نقطة إيجابية ممكن بالنسبة للمحترفين اللي في الوداد والرجاء، يعني عندك كازادي مهاجم نادي الوداد، مهاجم كونغولي، أيضا في الرجاء فابريس نجوما وملانجو بيلعبوا في الكونغو الديمقراطية، دول موجودين النهاردة في المباراة الودية أمام المنتخب المغربي وموجودين في المغرب. بعد المباراة هينضموا بسرعة لمعسكر كلا الناديين سواء الوداد أو الرجاء، ومفيش أزمة في وجود المحترفين بالنسبة للاعيبة الوداد والرجاء. لا حاليا حتى يعني حارسي مرمى الوداد والرجاء سواء احمد رضا التقناوتي وانس الزنيتي التحقوا بتدريب المنتخب الوطني وسيكون زعما سيحضرون لهذه المباراه امام الكونغو. هذا لا يشكل اي عائق، لان الجامعه الملكيه لكره القدم وافقت على طلبي الوداد والرجاء حتى يلتحق جميع اللاعبون قبل يوم غد بمعسكرات التدريب قبل ايضا مباريات دوري ابطال افريقيا، لذلك ليس هناك اي مشكل بخصوص هذه النقطه. طيب اهم ما يميز فريق الوداد العناصر الموجوده في خط الوسط الهجومي، حاله اسماعيل الحداد، حاله وليد الكارتي، بديع اوك، كلها لاعيبه بالتاكيد هيكون لها دور كبير جدا. لكن في نفس الوقت صلاح الدين سعيدي وابراهيم النقاش ممكن يكونوا موجودين في خط الوسط، ولا خط الوسط الدفاعي عنده مشاكل ممكن مش بنفس القدرات اللي موجوده عنده الثلاثي اللي موجودين في خط الوسط الهجومي؟ شوف، هو من الصعب ان يلعب كل من صلاح الدين السعيدي وابراهيم النقاش في خط وسط الميدان، لان هناك عده عوامل. المنظومه التكتيكيه لفريق الوداد بقياده الارجنتيني ميغيل جاموندي تغيرت منذ اول مباراه ظهر فيها يعني تغير، والوداد لم تعد تلك الوداد التي تلعب بلاعبين في محور الوسط او في الوسط الدفاعي. اذا فاعتقد ان ابراهيم النقاش بنسبه كبيره لن يكون مشاركا، لانه اذا كانت هناك نيه للمدرب جاموندي في اقحامه في هذه المباراه فسيكون من الصعب تغيير رسم تكتيكي كامل
مقارنة مع الخمس مباريات الأخيرة التي لعبها كاموندي في الدوري. لذلك أعتقد بأن كما قلت خط الدفاع يعاني شيئا ما بغياب كومارا بغياب أشرف داري، والنهج المعتمد حاليا هو نهج جيد بالنسبة لفريق الوداد بحكم أن المباريات الأخيرة كان مردودها إيجابيا لهؤلاء الأسماء، سواء صلاح الدين السعيدي في خط الدفاع وأيضا محمد رحيم الذي لعب مباريات قليلة في الدفاع في الجولات الأخيرة من الدوري الاحترافي. أعتقد بأن المدرب غاموندي سيحتفظ على نفس التشكيل، نعلم أن الفريق الذي يفوز لا يغير، لذلك فأعتقد بأن المدرب ميغيل غاموندي سيلعب بالتشكيل المعروف أو المعهود عنه بلاعب وسط ميدان فقط في محور يعني مركز وسط دفاعي وثلاثة لاعبين في الخط الهجوم. أكيد. طيب الإجراءات الاحترازية، ونادي الوداد من الأندية اللي بالتأكيد عانت بسبب موضوع فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة وتأجلت عديد من المباريات في الدوري المحلي، لكن الإجراءات الاحترازية حاليا في المغرب استعدادا لمباريات نصف النهائي، كيف تسير وما هو الإجراء المتبع حاليا سواء من السلطات الصحية أو الاتحاد المغربي بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي خلال الساعات القليلة القادمة؟ بخصوص يعني البروتوكول الصحي الذي يعتمد من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم، فالجامعة خصصت يعني مبلغا مهما للفرق المشاركة في الدوري الاحترافي خلال فترة الحجر الصحي وخلال فترة عودة البطولة من أجل الاستقرار بأحد فنادق المدينة، يعني فنادق أي فريق مشارك في البطولة يختار فندق خاص به ويستقر به إلى حين يعني إجراء مبارياته عفوا في الدوري الاحترافي. وأعتقد بأن اليوم المغرب والجامعة الملكية خطت نحو يعني خطت بخطى ثابتة نحو أنها تنظم مباريات، لأنه أكثر تقريبا من 80 مباراة لعبت في ظرفية كورونا، واليوم بات له من التجربة ومن الإمكانيات ما أنه يسمح له أنه يحتضن مباراة دولية، مباراة قارية بين الأهلي والوداد. وفقط كما قلت يعني في برنامج تريند في وقت سابق بأنه الصحفيين لن يحضروا إلى هذه المباراة لأنه البروتوكول في الذهاب يعني في المغرب الجامعة تحدد من سيلج إلى الملعب، خاصة فيما يخص التغطية الإعلامية فقط القنوات المسموح لها بنقل المباريات وبثها، وأيضا مصورة الفرق الرسميين، يعني مثلا في فريق الوداد يلج إلى الملعب مصور الفريق، وايضا يمكن في هذه الحاله ان يكون للاهلي المصري ايضا مصور. تمام. وهذا يعني هذا البلاغ كان منشور قبل ايام يعني من قبل الكونفدراليه الافريقيه. استاذ محمد فنقار الاعلامي المغربي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات، وان شاء الله باذن الله نشوف مباريات تليق باسامي الفرق الاربعه المشاركه في دوري ابطال افريقيا.